إن الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في النارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو، فالمخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافل الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو، موسى على الطور حينما ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حينما ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في قعر البئر حينما ناداه قال لا إله إلا هو، إبراهيم في نار الحريق حينما ناداه قال لا إله إلا هو، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذاتها فانية وطاعاتها باقية وحاصلها موت وآخرها موت، إخواننا بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، والنار حليق حليق، والصراط دقيق دقيق، والميزان عديل عديل، والقيامة قريب قريب، والحاكم ربه جليل جليل، والمنادي جبريل، وتقول الجنة وعدي وعدي، وتقول النار عهدي عهدي، وتقول الكعبة زواري زواري، ويقول آدم صبي الله يوم القيامة يا ربنا نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إسماعيل نبي الله يوم وشرح
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلسبيل أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا على أولهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أصدق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان الزكي جامع أسماء لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي بن الوطي قاطع الكفار بدين فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الأمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وفي عبد الله الحسين اللذين محبتهما موجب النجاة من العذاب الأليم كاشف يستان لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة بالبشارة المصطفى وعلى المهاجرين والأنصار وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجاة من النيران لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركة لا إله إلا الله وأن تحشرنا ساعة حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.